بلاك فرايدي، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى الجميع يكون بخير. في يا جماعه دلوقتي العروض اللي هي موجوده مش لحد اخر شهر 11، اللي هي بلاك فرايدي اللي هي الجمعه البيضاء دي فعلا عروض موجوده والشركه عامله عروض، تمام؟ بس ايه هي العروض بقى اللي معموله؟ معمول اللي هو بتاخد نسبه خصم وتوصيل مجاني، نسبه خصم وتوصيل مجاني على مستوى الجمهوريه. دي بصراحة أنا شايف إن هي فرصة كويسة جدا، اللي هو محتاج مراتب في الفترة ديت، تمام، بتبقى كويسة بالنسبة له عشان بتاخد نسبة خصم كويسة من الشركة وبتاخد توصيل مجاني على مستوى الجمهورية كلها، جمهورية مصر العربية المتحدة، تمام. فدي أنا شايف بالنسبة من وجهة نظري أنا إن ديت حاجة كويسة. فطبعا كل اللي هو يعني قدامه فترة وهيتجوز أو قرب يتجوز او بيفكر يتجوز، لا فكر يعني قرر يتجوز عشان خاطر فعلا في عروض كويسه قوي دلوقتي، وعلى فكره تقريبا موجوده في جميع المجالات، يعني مش في مجال المراتب بس. وفعلا الشركه عامله عروض، شركه يانسن وشركه انجلندر وشركه سبرينج اير كله عامل عروض بلاك فرايداي جمعه البيضاء، تمام. فبس احنا نخلي بالنا بقى من النقط عشان في ناس اللي هي شغاله في الشغل المضروب بتستغل الموضوع ده. استغله ازاي؟ ان انت برضو لما تيجي تشوف هي الشركة عاملة عروض وعاملة خصومات وعاملة توصيل مجاني وعاملة حاجات كويسة كتير، بس قبل ما تشتري تشوف المكان اللي انت بتجيب منه، لازم يكون مكان تبع الشركة، متاخدش من اي مكان عشوائي يقول لك بلاك فرايداي ومش عارف ايه ويديك شغل مضروب. الشغل ده احنا عارفينه، فاحنا نركز قوي يا جماعة في النقط دي عشان خاطر محدش يضحك علينا، تمام. انا شايف بقى يعني ايه، انتوا عايزين تشتروا مراتب، يعني حتى لو انت قدامك شويه شهرين ثلاثه اربعه اشتري من دلوقتي او احجز مراتبك، هتستفاد بالعروض وتسريب بقى يا جماعه بنسبه كبيره. ممكن بعد البلاك فرايداي ده يحصل زياده في الاسعار، يحصل ارتفاع في الاسعار عشان طبعا الخامات بتاعت المراتب بشكل كبير عماله تزيد. يعني الاسفنج المرتبه اصلا بتتكون من ايه؟ بتتكون من شاسيه ولبات وسفنج وطبقات القماش والقط مثلا او الموميري فوم او ما هو ده مش سفنج، والبلاستيك اللي هو بيتغلف بالمرتب، تمام. كل الحاجات دي يا جماعه زادت، يعني السلك اللي هو الشاسيه نزل عليه زياده، اللباد عليه زياده، السفنج نزل عليه زياده وزياده كبيره، والقماش نزل عليه زياده، حتى البلاستيك اللي هو بيتكيس بالمرتبه برضو سعره زاد. ففي زياده في الاسعار بشكل كبير، فممكن بنسبه كبيره البلاك فرايداي يخلص من هنا وتلاقي الموضوع يتعكس بقى، بدل ما انت بتاخد خصم، الخصم اللي انت بتاخده ده هيزيد، هيتحط زياده فوق الاسعار قبل الخصم. فدي فرصه، يعني انت لو بتفكر تشتري او عايز تغير مراتب استغل الفتره ديت بتاعت العروض في اي حاجه بقى انت عايزها. يعني كل الشركات تمام وجميع الشركات عامله عروض، يقول لك بلاك فرايداي وخصم والعرض عرضين والشقه شقتين والكلام ده كله. فهنستغل الموضوع ده وايه ونجيب الحاجه اللي احنا عايزينها دلوقتي، بدل ما نيجي نلاقي نفسنا ايه استنينا شويه ونلاقي الدنيا يعني الاسعار زادت ومفيش عروض. فحاولوا تستغلوا الموضوع ده. يانسن عليها عروض وانجلندر عليها عروض وسبرينج اير كله عليه عروض وخصم وتوصيل مجاني، تمام. موديلات يانسن يا جماعه الكاتاراكت، عشان في ناس بتقول لك الكاتاركت 25، الكاتاركت ارتفاعها 27، مفيش منها 25، 27 سنتي وفي 30 سنتي او 31، تمام. البوكت اللي هو بتاع يانسن اللي هو اسمه بوكت كوتون، الموديل ده اسمه بوكت كوتون سوست منفصله، ده موجود منه ارتفاع 27 31. موجود موديلات تانية بوكت اللي هي سكاندي وميدي بيدك ارتفاعهم 27 سنتي او 28 سنتي، تمام. يعني شوف انت بقى ما تيجي تختار، اختار بقى لو انت عايز سوست منفصله او سوست متصله. يعني لو متصله خليك في الكاتاراكت ارتفاع 27 او 31 على حسب السير عندك. الاطفال خد اللي هي الالمان القطن مثلا ارتفاع 25. حاولوا ما تعلوش قوي يا جماعه في الاطفال عشان خاطر بتيجي عاليه على السرير، وناس كتير بتكلمني بتقول ان في جابوا المرتبه وطلعت عاليه على السرير وباظت السرير، ماشي. لو عايز سوست منفصله بقى خليك في البوكت دي كويسه وسعرها كويس، وحتى مع العرض اللي شغال دلوقتي سعرها كويس جدا، تمام. وفي برضو الاسكندي ديت اللي هو لو عايز لو حد عايز المرتبه بقى تكون طريه اكتر خد الاسكندي او الميدي بيدك بالنسبه ليانس، تمام. بالنسبه لل
ليانسن اللي هي الصوت المنفصل. انجلندر بقى عندك اللي هي الكارز بلوتوب كويسه قوي، صوت متصله والكارز، يعني ركزوا على الموديلين دول لو انت هتاخد صوت متصله في انجلندر. خليك في اللي هي كارز او كارز بلوتوب، تمام؟ كارس او كارس بلوتوب، دول الموديلين دول كويسين جدا في الصوت المتصله في شركه انجلندر. عايز منفصل بقى، دي بترجع لك في اللي هي الميدي بيدك، اللي هي الفيسكو بيدك، ديت ميموري فوم، ديت ميموري فوم. انت عايزها حاجه تكون طريه وتكون سوفت كويسه ومعاك، خد ميموري فوم لو السعر مناسب ليك. مش مناسب، في خيارات تانية، في اللي هي الدريمز والفيكتوريا، الاتنين كويسين جدا برضه. لما نيجي نقارنهم بالصوت المتصله هم اعلى. ولو حد بيخاف من الصوت المتصله المنفصله يا جماعه، لا ما تخافش، الصوت المنفصله ما بيحصلش فيها اي مشاكل ولا اي حاجه، ومريحه جدا في النوم وكويسه وسعرها كويس، تمام؟ فاحنا ما حدش يخاف من ان الصوت المنفصله مثلا ممكن تبوظ او الكلام ده مش صح ومش مظبوط. واللي بيقول لك الكلام ده ممكن يكون اصلا ما عندوش صوت منفصله وما يعرفش يجيبها، تمام؟ بس انا بقول لكم، انا الصوت المنفصله جميله جدا ومريحه وحاجه برضو كويسه وبتاخد شكل الجسم وطبيه ومحترمه قوي، تمام؟ بس فشوف بقى انتم محتاجين مثلا جلندر، محتاجين يانسن، محتاجين سبرينج اير، زي ما انت تحب. كل الموديلات بتاعت الشركه كويسه، سواء اقل موديل، من اقل موديل لاعلى موديل. بس ايه الفرق؟ الفرق راحه في النوم، انما ان المراتب تبوظ بتاعت يانسن مستحيل، من رابع المستحيلات ان المرتبه تبوظ. بس الفرق ما بين دي ودي ودي بتديك راحه اكتر في النوم، تمام؟ بس فظبطوا الدنيا وحاولوا تستغلوا الفتره دي لحد اخر شهر 11 في عروض بلاك فرايداي، تمام؟ ولو عايز تسال العروض بقى كلمنا على الرقم بتاعنا او كلم الشركه. لحد اخر شهر 11 يا جماعه في اللي هي العروض، الجمعه البيضاء شغاله، العرض عرضين والتوصيل مجاني وحاجات كتير كده، تمام؟ فاستغلوا كده يعني، حاولوا برضو ايه نوفر شويه، نوفر شويه في الدنيا، ونشوف يعني العروض دي بتقلل لنا شويه في التكلفه بتاعتنا، فهتبقى حاجه كويسه. انا شايف ان هي حاجه كويسه، فاهمين؟ فظبطوا الدنيا، واللي عايز حاجه بقى يعني ينزل يشتريها دلوقتي بدل ما يجي يشتري بعد كده بالغالي، تمام؟ تحياتي لكم جميعا، ابراهيم مكاوي. اللي مشتركش في القناه يا جماعه يشترك سبسكرايب ودعمونا عشان دايما نكون معاكم ونقول لكم على كل جديد. تحياتي لكم جميعا، إبراهيم مكاوي، شكرا.